ما دام اني وصلت للقمة لازم استانس فيها. حانت اللحظة الأهم لي في إندونيسيا. أنا جيت لهالمكان بس عشان أروح لماونتين برومو إلى البراكين، فحانت اللحظة والحين رايح إلى برومو. أنا جيت لإندونيسيا وكل هالمسافة عشان أشوف هالبركان، فالحين وصلت للبركان اللي اسمه برومو. فالحين تقريبا أنا قطعت 800 كيلومتر من جاكرتا إلى هنا بس عشان أشوف هالبركان، فأخيرا الحين وصلت والساعة 3 تقريبا. الحين رايحين عشان نشوف شروق الشمس والبركان مع بعض. الوضع هنا برد والحين قاعدين يبيعون. شوف الناس شلون مصطفى عشان تشوف شروق الشمس من هنا. الحين قاعدين ننتظر شروق الشمس. قبل ربع ساعة تقريبا بدت تظهر، لكن بعدين جات سحابة كبيرة يعني، فمن ربع ساعة للحين قاعدين ننتظر ان السحابة هذه تروح. بعد كل هالانتظار الطويل الظاهر ان احنا ما راح نشوف شيء لان كله غيوم، فالحين رادين وراح نشوف ندور على فيو ثاني وموقع ثاني يمكن نحصل شيء من هناك. ف وي ار ما لقينا شيء فالحين كلنا رادين. الفيو الاول ما شفنا شيء هناك فالحين حاب يعوضنا، فالحين بننزل مكان ثاني خلينا نشوف اذا بنحصل شيء ولا لا. الحين الجايد مودينا الى مكان ثاني من الغابة هذه، فيمكن راح نشوف شيء احلى من اللي شفناه تحت. واو هذا هو الفيو اللي حصلناه. الغيوم يعني الصراحة كثيرة جدا اليوم اكثر من اللازم، فعشان كذا حتى الفيو هنا رهيب بس ما نقدر نشوف بسبب الغيوم الكثيرة. خلصنا من البحث عن المناظر والحين جينا الى تحت الى مكان البركان، فالحين رايحين بنسوي هايكينج الى البركان. فهذا هو البركان الحين بنروح هناك. الأرضية هنا سودة تحس كأنك في المريخ ولا مكان ثاني. هذا هو ماونتين برومو ورانا، فهو جبل مع بركان في نفس الوقت، فالحين راح نتسلق الجبل عشان نشوف البركان من جنبه يعني، فراح نكون قريبين جدا. يا مرودي فالحين بنروح للبركان عشان نشوف من اقرب نقطة ممكنة. بنمشي كل هالطريق لين هناك فوق. شوف المسافة اللي قطعناها كل هذه المسافة والحين ما زال متبقي الكثير. وصلنا الحين إلى القاع المكان اللي تبدأ منه السلالم عشان نروح فوق. بعد استراحة قصيرة الحين لازم نكمل عشان نوصل القمة بأسرع وقت. أخيرا وصلت. هنا تشوف الإنجاز. شوف العظمة هنا. شيء رهيب وعظيم. هنا صوت البركان تحسه كأنه شيء يعني شيء ضخم وعملاق الحين قاعد يتحرك.
والله شيء يخليك تتأمل بس، يخليك تتذكر شقد احنا صغار قدام هالمخلوقات العظيمة. شو الخط اللي نمشي عليه؟ خطوة واحدة غلط بس تكلفك حياتك، فهنا لازم تحسب حساب لكل خطوة تمشيها. إذا انزلقت هنا خلاص تكلفك حياتك، نهايتك راح تكون هناك. ترى الحين أنا مشيت كثير وأقدر ألف، يعني أروح أرد إلى نفس المكان، بس الحلو أو الشيء الرهيب اللي أنت يعني أنا الحين حاس إني لازم أسويه، إني لازم أروح القمة هناك. فلو وصلت هناك تقريبا راح أحس يعني بإحساس أحسن من إني بس لو رديت من نص الطريق، مع إنه تقريبا نفس الفيو ونفس الشيء. البركان هذا عمره آلاف السنين، في البداية البركان هذا ما كان شغال، كان مطفي يعني، فالحمم البركانية هذه ما كانت موجودة، ما في حمم بركانية، لكن في تفاعلات وأشياء داخل فعشان كذا يتولد الدخان. فقبل آلاف السنين الدخان هذا ما كان موجود، يعني البركان هذا كان نفس أي مكان عادي، لكن في 1800 وشيء جات هزات أرضية فخلت الأرض تهتز وتولد الحمم البركانية. فمن يومها صار البركان هذا طبعا دمر أشياء كثيرة، وجاءت مرات يعني المطار تسكر وصارت كوارث يعني بسبب هالبركان. تشوفوا هنا الليفل بدأ يزداد، فوالله الحين لازم أكون مركز على كل خطوة. على يميني هالمنظر وعلى يساري هالبركان، فينا في حد مسوي تايم لابس. قطعت المسافة كلها اللي هناك وجيت تقريبا لأعلى نقطة، فهنا تشوف الدخان جنبك. فالصراحة الحين يخوف، الخط اللي أمشي عليه كله متر بس، فالحين لازم تمشي على هالضيق وجنبك هالبركان مع هالدخان. فوالله الصراحة الحين شيء يخوف. الحين هنا أصعب جزئية لأن الطريق ممهد ويزحلق بسبب الحجارة الصغيرة. تشوفوا هنا الدخان والغيوم ما تميز يعني أيهم الدخان وأيهم الغيوم، هنا كلها تقريبا نفس الشيء. تشوفوا هنا الحين شلون وصلنا، بس الحين النزول صعب لأنه يزحلق مثل ما قلت. No, I'm not talking shit. يلا الشباب عدوا هناك، خلينا نشوف شلون بعدي. أوف لا الأرض تزحلق. لا والله خلاص رحت فيها، يا رب استر بس. أوف طحت، بس الحين لازم أسكر الكاميرا عشان تعدي على خير. خلاص بديت أشم ريحة الكبريت، فالواضح إن الحين لازم نمشي. هذا الجايد. I'll do the same. No, thank you. I'm running already. فلو تركض هنا الموضوع أسهل لك من إنك تمشي بس. الجماعة نازلين هنا عشان يتصورون، الموقع شكله حلو شوي يعني في جبال وخضار كذا، فنازلين يتصورون. فمثل ما شفتوا اليوم كان يعني عبارة عن تور، فأنا حجزت تور عشان أشوف البركان هذا. الخطة المبدئية كانت إني أمشي هنا وأروح المشي لفوق يعني للبركان بنفسي، لكن اللي حصل إني جيت للمدينة الغلط. المفروض اني اروح لمدينة اسمها فروبولينغو، لكن بالغلط جيت لمدينة اسمها ملك، فالمدينة هذه طلعت بعيدة يعني، فاضطريت اني احجز الباكيج هذا وادفع لهم يعني 600,000. فانتوا تقدرون تسوونها بنفسكم او تقدرون تحجزون مثل ما حجزت انا، فهذه هي الفكرة يعني. بس